اللي هو اللون اللي هو ايه يعني اسمه لون كلر، لون اكتب عليه كده ايه ابيض سوري اصفر فاتح، اللي هو اللون الاصفر الفاتح اللي هو شبه لون البلازما. يعني انت لو جيت انت عملت بدل للمريض تلاقي اللون اصفر فاتح، في منه اكسوديت وفي منه ترانسوديت. الاكسوديت زي حالات التي بي بريكولايتس وزي حالات الماليجنانسي والسبونتينيوس بكتيريا بريكولايتس، بس اكتب عليها جنب كلمه سبونتينيوس بكتيريا بريكولايتس اكتب عليها ان ليفر سيروسيس وحط عليها علامه استفهام للضروره وهندرسها. طب الترانسوديت يعني ايه؟ ايوه يا دكتور. ايه؟ فاتت دي انا بقول اهو اكسوليت وترانسوليت. اكسوليت يعني ايه؟ اللي هي يا اما انفلاماتوري لا مالجنانت. مش الاكسوليت دي عباره عن ايه؟ يا اما انفلاماتوري يا اما مالجنانت. الانفلاماتوري زي الدي بي بريتونايتس زي البكتيريال بريتونايتس، في بقى حاجات برضه اسمها هتدرسوها ان شاء الله اللي هي المالجنانت اسايتس و الاسبونتينوس بكتيريال بريتونايتس. في بقى ترانسوليت يعني بارت فروم جنراليزد اديما، اللي هم مين الثلاثه المشاهير في الترانسوليت؟ مين هم؟ ليفر اللي هو الهيباتيك اسايتس اللي اسمها ايه بالبلدي؟ سيروتيك اسايتس. اثنين هارت فيلير، ثلاثه النيفروتيك سندروم. هتلاقي فيه بقى حاجات فاكرين الميكس سندروم يا ولاد؟ ميكس بتاع الاوفيريان تيومر كان يجي معاه اسايتس ورايت سايد بلورال افيوجن. خدناه في ده؟ الميكس دي مع ايضا كل دي اسباب الاسايتس. وايه كمان؟ وفي عندكم بقى هيموراجيك زي المالجنانسي وزي البنكرياتايتس. خلي بالك بقى من اللي انا عايز اقول لك عليه. بص يا دكتور، يجي سؤال يقول لك ايه؟ مين المريض اللي عنده اسايتس بس مش هيباتيك؟ طبعا انت واضح في اسباب كتير للليفر مدفونه. هو حاطط لك في مربع اسباب معينه، يعني الكاردياك بيبقى عنده، الرينال بيبقى عنده، البنكرياتايتس بيبقى عنده، الميكسيديما بيبقى عنده، يعني لازم ابقى انا عندي اسباب اخرى مهمه جدا 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 للايه؟ للاسايتس. طب بص بقى جميل، الكلينيكال بيكتشر دي معلش انا اسف اكتب عليها المنظور العملي، البالج بقى وشيفت امبلايكس داونورد وفولنس في الفلانت والكلام الفارغ والشيفتنج داونس، يعني الحاجات دي ايه؟ احنا عارفينها. هروح حاطط على الشمال كلمتين وانزل يعني. وانا عطلتك. انا عطلتك يعني. اكتب يا سيدي. اسايتس وانا قلتها مره. ويز لور ليمب ايديما. هتبقى سجستد لايه؟ بس خليها على الشمال احسن. لا هيباتيك. يبقى انا عندي حصه بكره الصبح هتتعاد الساعه 2. ماشي يا عم؟ مفيش مشكله. يبقى قلنا ايه؟ هيباتيك رينال كارد. دول الناس اللي هم كده. طيب طب اسايتس ويزاود لور ليمب ايديما. اسايتس بس من غير بقى لور ليمب ايديما يا شباب. اللي هو لازم تفكر في ايه بقى؟ تفكر في لوكال فاكتور. لوكال ديزيز فين؟ في البريتونيوم. انا قلت اثنين. قلت تي بي بريتونايتس، خلي بالك دي مهمه جدا. تي بي بريتونايتس وما يميزها الدي بي توكسيميا. وحاجة تانية مالجنانت اسايتس. مالجنانت اسايتس. المالجنانت اسايتس دي بتيجي من حاجتين، يا إما ميزوسيليوما ده مالجنانت تيومر في البريتونية اسمه ميزو
سيليوما او ايه يا اولاد؟ او قلت ايه؟ او ميتاستاسيس في البريتونيوم، مرض عامل ميتاستاسيس في البريتونيوم. مين المرض ده؟ قلت مين اشهر مرض؟ احنا بقى هنسالكم المرض ده. اسهل مرض ايه؟ كانسر اوفري. كانسر اوفري. طيب دلوقتي بقى دكتور ايه السكندري افكت اوف اسايتس؟ الكلمه دي مهمه قوي عندك في المراجعه. بص يا ولاد، الاسايتس بتخلي الايبكس شيفتد في السبيس الرابع. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. هسالك سؤال كده اناتومي، يلا جاوب بقى، انتوا خلاص كده متاخرتوا؟ انتوا قاعدين. الاسايتس تعمل ايه؟ او البريتونيوم موصل على مين؟ على الرايت بلورا اكتر ولا الليفت بلورا؟ دي معلوماتكم في الحته دي. فهو بيقولوا ايه؟ ان الرايت بلورا والبريتونيوم في بينهم ناتشرال شانلز. عشان كده معظم الناس اللي عندهم اسايتس تلاقي معاه رايت سايدد بلورا ديفيوجن ويضحكوا على العيال في البروبلم دولات حواريه. خلي بالك وفي بروبلم عندنا وموجوده، ما هي عندنا وعندكم في الكتاب. فيقول لك ايه؟ وعنده رايت بلورا ديفيوجن. فيروح سائل الواد بقى ورايت بلورا ديفيوجن ده سبب ايه؟ بص حبيبي، الاسايتس بتعمل رايت بلورا ديفيوجن، لازم تبقى عارف هذه المعلومه. خلاص كده يا دكتور؟ العيال بيقول لك ايه؟ يبقى عنده حاجه في اللنج. لا، عشان كده انا بقى هاجي اقول لك ايه؟ طب ايه رايك لما اجيب لك بروبلم بقى؟ بص البروبلم الخبيثه دي بقى، ها؟ اسايتس وليفت سايد بلورال افيوجن، لا يبقى في حاجه في اللنج. اكتب بقى هذه المعلومه على الشمال. ده انت هدي المذاكره والله. انت ايه؟ انت بتقعد تسمع وخلاص؟ لا مفهوم. بص يا دكتور كمان في ايه؟ تسمع وتخلص وانت قاعد في الدرس عشان تروح تذاكر. يبقى نقول ايه بقى؟ ليفر سيروسز واسايتس وليفت سايد بلورال افيوجن، يبقى سجستد لايه؟ ان في لونج ديزيز على الليفت سايد. يعني انا النهارده ايه؟ تقول ايه ده؟ الراجل ده عنده اسايتس بس في رايت بلورال افيوجن، يقول لك ده عمل ده. لا، ده اسايتس وليفر سيروسز بس في ليفت بلورال افيوجن، يبقى الليفت لام فيها ايه؟ لوكال ديزيز. زي ايه؟ زي بيموني، تيوبركلوزز ممكن تيجي في الناس دول. برضه من السكندري افكت كمان في ايه يا ولاد؟ كونجستيف نيك بين. اكتب وأورسومني. وأورسومني. هنقول كمان كلمة أنا خلاص وقفت. اكتب السؤال ده اهو. Manifestations of tense ascites. ده سؤال كلينيكال، مين يجاوب؟ يعني بص الراجل تلاقيه واقف معاك كده يقول لك ايه؟ الاسايتس دي تنس ولا مش تنس؟ فانت تقول له ايه؟ تنس اسايتس. واحد قول له الكرايتيريا، واحد اورثوبيا. عندي اورثوبيا. مين الكرايتيريا؟ ما اقدرش انام على خط واحد. اثنين congested neck pains. ثلاثة huge abdominal bulge. ده بطل دي قد ايه؟ أربعة حوالي 64 كرايتيريا. أربعة لسه فاضل 60. أربعة huge abdominal bulge. أربعة dullness all over the abdomen. طب إيه الدنيا يا ولاد؟ فاكرين في الحركة دي ولا إيه؟ اكتب positive transmitted fluid stream. بقى اللي عاجبني في النظام بتاعكم اللي أنتم بتبقوا طالعين عندكم فكرة. يا ويلي بقى لو قلت الكلمة دي عندنا دلوقتي. إيه؟ تقعد فيها نص ساعة. موت يا ابني. بوزيتيف ترانسميتد فلويد سريل. ما ده كلام كليني خلاص. ايه كمان؟ فاضل حوالي 58 كرايتيريا. يبقى ايه؟ هنقول يا سيدي وي كانوت بالبيت.
أفريكا نقطة البيت الانترا ابدومينال اورجان اكمل اكسبت واي وي كانوت ديبلبيت الانترا ابدومينال اورجان اكسبت واي ديبل ميسون ديبنج ميسون. ايه الديبنج ميسون دي؟ هو بيقعد يعمل الحركه دي، يعني مثلا الاسبرين يقعد يعمله، عارفين الحركه دي ولا لا؟ دي حاجة بسيطة قوي، لازم ايه؟ لازم نقعد دقيقتين كمان؟ والله طيب عموما يبقى احنا بكره في القاعدة ان شاء الله هنكمل، بس الأربع بقى خليكم بالعام طبعا هيبقى الامتحان، هيبقى الامتحان اللي هيحضر الامتحان، أصل في ناس بقول لك يا شباب الامتحان أولا الحصة نصها امتحان ونصها شهر، اللي هيحضر الامتحان هيستفيد استفادة شديدة.